أسباب صعود الحركة الإسلامية؟ لا، هي طبعا في جملة أسباب كثيرة، في أسباب تتعلق بإخفاق النظام السياسي، في أسباب تتعلق بالخطاب الإسلامي واستغلال سلسلة من الشبكات الاجتماعية والاقتصادية اللي يمكن الإفادة منها في ترجمتها كأصوات انتخابية زي ما عملت الإسلامي، تتعلق بضعف القوة السياسية التانية. كل ده ادى مساحة بعد 25 يناير لصعود التيار الإسلامي. لكن دلوقتي أنا أعتقد أن مع قوة التيارات الأخرى ومع وضوح أن التيار الإسلامي لم يكن يمتلك حلولا سحرية للمجتمع المصري سيحدث هذا التوازن. الموقف الاوروبي والموقف الامريكي لما تقرا الادبيات بتاعتهم تلاقيهم ان هم بيتكلموا دايما على الديمقراطيه الاستيعابيه، بمعنى انكلوسيف ديموكراسي، يعني الديمقراطيه الاستيعابيه معنى انها تستوعب كل التيارات وكل الاتجاهات وما شابه يعني، لكن ومن ضمنها التيار الاسلامي، فهم لا زالوا يعتبرونه جزء من المعارضه، ولا زالوا يعتبرونه انه اقليه سياسيه لابد ان تدمج سياسيا. لكن اتجاه نحن العام في المجتمع المصري لوصف التيار الاسلامي بالارهاب، او ان هو، او انا بتكلم عن التيار الاسلامي فيما يتعلق بالاخوان وحلفائهم يعني، او ان احنا نتحدث عن ما يقومون به من اعمال عنف والى اخره، حتى الان الموقف الاوروبي والامريكي مش واضح تجاه هذا الموضوع. ده سباق مفتوح من حق اي مواطن يرشح نفسه، ومن الواضح الفريق السيسي أو المشير السيسي بقى، لأنه أصبح مشيرا يعني، لديه قطاع عريض داخل المجتمع المصري من المؤيدين، وهو من أكثر المرشحين حظوظا وفرصا حتى الآن. لكني أتمنى أن أرى معركة سياسية انتخابية تنافسية، يبقى فيها عدد كبير جدا من المرشحين، ويطلع المصريون فيها على برامج، ويصبح الأمر فعلا يتلائم مع بناء ديمقراطية حقيقية داخل المجتمع المصري. الأمر صعب في الفترة الحالية، يعني صعب جدا يحدث هذا الموضوع في الأمد المنظور، إلا إذا قامت التيارات الإسلامية بحالة من حالات النقد الذاتي الشديد اللي استطاعوا فيه تقويض كثير من الأفكار والفرص اللي ممكن ترسم الصورة القديمة في أذهان المواطن العادي عما قامت به التيارات الإسلامية. لابد من اعتزال الشعب المصري، لابد من تقييم ذاتي، لابد من خروج من فكرة الجماعة إلى فكرة الوطن، لابد أيضا من بناء تصورات ديمقراطية أنهم فصيل إسلامي ولا يمتلكون ولاية على هذه الأمة. كلها أفكار محتاجة لمراجعة، يعني الموضوع ليس سهلا يعني.